راح اجاوبك من الاخير. اصعب مجال بالعراق هو العمل الفني، اصعب مجال. حلو. السبب لان الجانب الاداري هو من ينجح الجانب الفني، صح، واحنا الجانب الاداري دائما هو يفشل الفني. وهسه تشوف غالبيه مدربينا اللي شخصياتهم قويه ويريدون يعملون بصوره صحيحه يفشلون بالعراق. مثل منو؟ ليش؟ مثل منو من المدربين؟ لأن الجانب الاداري هو من يفشل الجانب الفني. يعني هسه اعطيك مثال، مثلا راضي شنيشل. اها. راضي شنيشل شخصيه قويه، نجم كروي، ما يقبل بالتدخلات، يريد يعمل باللي هو يشوفه صحيح، يريد هو يجيب اللاعبين، يريد هو يوقع اللاعبين، يريد ها. شوف راضي شنيشل دائما، هسه انا هاي صراحتي ممكن تاذيني بس لازم احكيها على مود شنو؟ على مود العمل لازم يصحح. نعم. تشوف راضي شنيشل دائما مبعد في بدايه الموسم، ما يوقع في بدايه الموسم. تشوفه بعدين يجيبونه لتصحيح مسار توقيع اللاعبين وبناء الفريق. قصي منير من الشخصيات القويه اللي محترمه، اللي تريد تعمل باخلاص وما يحب واحد يتدخل بعمله. تشوف قصي منير دائما ما يجي بدايه الموسم. أنا 4 سنين دربت ما أجي بداية الموسم، ما أقدر، كل الإدارات ما تقدر تجيبني بداية الموسم، لأن لا أقبل واحد دخل بعملي، لا أقبل واحد يجيب لاعب، لا أقبل واحد، أنا أريد أكون الفريق وأنا يعني من خلال هذا حديثك إذا أريد نبدأ بالإصلاح نبدأ من الأندية كابتن عماد. ودائما أنا أقول إصلاح الأندية قبل إصلاح منظومة الاتحاد، وأكثر الأوقات تزعل من عندي الناس. إصلاح الأندية هو نجاح كرة القدم بالعراق. حلو. أريد أسألك عن عودة التدريبات للمنتخب الوطني، الوقت يداهم هذا المنتخب ولديه تصفيات مزدوجة، شنو رأيك؟ والله الله يكون بعون الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، الله يكون بعون لاعبينا. أنا أعتقد غالبية المنتخبات جاي تتدرب وجاي تستعد للتصفيات كأس العالم، وقت ما عندهم. فرصتنا فرصة حقيقية في التأهل، يجب أن نعمل المستحيل من أجل أنه نبدأ بتدريبات منتخبنا الوطني. خلية الأزمة يجب أن تعمل فد منهاج للجهاز الفني. الدولة يجب أن يكون أكو تدخل على مستوى الوزير وعلى مستوى رئاسة الوزراء باستقطاب المدرب وعمل منهاج تدريبي، لان احنا الوقت جاي داهمنا والمنتخبات كلها جاي تعد، وبعدين من يخسر الفريق نروح نحاسب اللاعبين ونروح نحاسب الجهاز الفني. صح. ليش انا اقول لك العمل الاداري هو من ينقذ؟ احنا جاي نمر بازمه اللي هي ازمه كورونا، لكن اكو حلول ممكن الفريق ناخذه في فندق، نحجره بمدينه، يتدرب باجراءات طبيه على مستوى عالي ونخليه يتدرب، وحتى ممكن نجيب 60 لاعب 50 لاعب ونسوي مباريات ودية بيناتهم ونجهز الفريق للذهاب إلى التصفيات.